السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس نيلو بلادي. طبعا يا أصحابي، يعتبر نهر النيل من أطول أنهار العالم، ينبع من بحيرة تانا بالحبشة، وهو مصدر الحياة، منه نشرب ونروي الزرع، لذا يجب علينا أن نحافظ عليه ولا نسرف في مياهه، كي يبقى نهر النيل لنا مصدر الخير والعطاء. هيا نقرأ النشيد. نيلو بلادي للشاعر دكتور إسماعيل عبد العاطي. نيلو بلادي ماء أبهى، يجري الخير في دلتاه، يسقي الناس ماء أحلاه، يروي الزرع ماء أسخاه، يعطينا حبا وحياة، هيا نسجد شكرا لله. يتحدث الشاعر في هذا النشيد عن نهر النيل، ويتعجب من جمال نهر النيل وحلاوته وكرمه وعطاؤه، فيقول: ماء أبهى، ما أحلاه، ما أسخاه. فهو يتميز بالسحر والجمال، والنيل مصدر الخير والنماء في الدلتا وكافة أنحاء مصر، والنيل يسقي الناس ويقضي حوائجهم فما أجمله، والنيل يروي الزرع فما أكرمه، والنيل يعطينا الحب والسعادة في الحياة. ويطلب الشاعر في نهاية النشيد أن نسجد لله ونشكره على هذه النعمة العظيمة. هيا بنا نتعرف على مفردات الدرس. الكلمة ومرادفها: أبهاه، أجمله، يجري، ينتشر، أحلاه، أجمله، يروي، يسقي، أسخاه، أكرمه، يعطينا، يمنحنا، هيا أسرع، شكرا حمدا. الكلمة ومضادها: أبهاه، أقبحه، يجري، يتوقف، الخير، الشر، أحلاه، أمره، يروي، يعطشه، أسخاه، أبخله، يعطينا، يأخذ منا، حب، كره، حياة، موت. هيا بنا نستخرج الأساليب الخاصة بالدرس. انظر معي في الكتاب المدرسي واستخرج الأسماء. نيل لأنها تقبل الألف واللام. بلادي، أيوة، كلمة بها ياء ملكية، وعند إضافة الألف واللام تحذف ياء الملكية. الخير بها ألف ولام. دلتاه بها هاء الضمير وتقبل الألف واللام. الناس بها ألف ولام. الزرع بها ألف ولام. حبا كلمة بها تنوين بالفتح. حياة كلمة تنتهي بتاء مربوطة. شكرا كلمة بها تنوين بالفتح. الأفعال: يجري، يسقي، استخرج معي، يروي، أيوة، يعطينا، نسجد، وكلها أفعال مضارعة ولا تقبل الألف واللام. الحروف: في حرف جر منفصل، واللام حرف جر متصل في لفظ الجلالة لله. حرف العطف: الواو. استخرج معي أسلوب التعجب. تمام. ما أبهاه، ما أحلاه، ماء أسخاه. اللام القمرية: تنطق وتكتب، الخير. اللام الشمسية: تكتب ولا تنطق، الناس، الزرع. نتعرف على بعض الأسئلة الخاصة بالنشيد. السؤال الأول: من قائل النشيد؟ دكتور إسماعيل عبد العاطي. السؤال الثاني: مما يتعجب الشاعر في النشيد؟ يتعجب الشاعر في النشيد من حلاوة نهر النيل وجماله وسخائه. السؤال الثالث: أين يجري نهر النيل بالخير؟ يجري نهر النيل بالخير في الدلتا وكافة أنحاء مصر. السؤال الرابع: بما يتميز نهر النيل؟ يتميز نهر النيل بالسحر والجمال. السؤال الخامس: ما واجبنا نحو نهر النيل؟ واجبنا نحو أن نحافظ عليه ولا نسرف في استخدام مياهه. السؤال السادس: ماذا يعطينا نهر النيل؟ يعطينا حبا وحياة. السؤال السابع: ما فائدة نهر النيل للناس والزرع؟ فائدته يسقي الناس ويروي الزرع. السؤال الثامن: ماذا يطلب الشاعر في نهاية النشيد؟ يطلب الشاعر أن نسجد شكرا لله. السؤال التاسع: اكتب جمل عن نهر النيل. يتميز نهر النيل بالسحر والجمال. يعطينا نهر النيل الحب والحياة. نهر النيل هو شريان الحياة.
نهر النيل يشرب منه الإنسان والحيوان ويسقي النبات، يجري الخير في دلتاه. نهر النيل مصدر الخير والعطاء، أو أي جملة عن نهر النيل. استراتيجية شبكة المفردات: يأتي الطالب بكلمات لها علاقة بالكلمة الرئيسية، والكلمة الرئيسية هنا نهر النيل، فالكلمات التي لها علاقة بنهر النيل: ضفاف، صياد، نخيل، مراكب، أو أسماك، أو أشجار، أو أي كلمة لها علاقة بنهر النيل. استراتيجية خريطة الكلمة: يأتي الطالب بمرادف الكلمة ومضادها ونوعها ويضعها في جملة لتوضيح معناها. أبهاه مرادفها أجمل، مضادها أقبح، النوع فعل، الجملة نيل بلادي ما أبهاه فعل لأنها دخلت في أسلوب التعجب. يعطينا المرادف يمنحنا، المضاد يأخذ منا، النوع فعل يعطينا نهر النيل الحب والحياة. كلمات على نفس الوزن: يأتي الطالب بكلمات متشابهة في مقاطعها الصوتية، مثال نيل، فيل، جيل، ميل، سيل، يجري، يسقي، يروي، يرمي، يحمي، يبني. أبهاه، أسخاه، أحلاه، أعطاه، أقصاه. المعاني المتعددة: يتعرف الطالب على معنى الكلمة من سياق جمل مختلفة. نهر النيل عظيم، نهر الأب ابنه. في الجملة الأولى مرادفها مجرى ماء عذب، في الجملة الثانية مرادفها زجرهم. يروي النيل الزرع، يروي جدي حكاية، في الجملة الأولى مرادفها يسقي، وفي الجملة الثانية مرادفها يحكي. التقويم، اكتب معي. 1. استخرج من الدرس اسم فعل، حرف جر متصل، حرف جر منفصل، اسم مجرور، اسلوب تعجب، كلمة بها ياء ملكية، لام قمرية، لام شمسية، كلمة بها تنوين بالفتح. 2. صمم خريطة لكلمة يروي ويعطينا. 3. صمم شبكة لكلمة بلادي. 4. بماذا يجري نهر النيل؟ 5. إلى ما يدعون الشاعر في نهاية النشيد؟ 6. حلل كلمة حياة الخير. وبكده نكون انتهينا من شرح درس نيل وبلادي، وأطلب منكم حل هذه الأسئلة وإرسالها في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.